خب اكو ناس طلعت وقالت احنا حرضنا على الدولة، حرضنا على البلد، حرضنا على ايران 15 سنة، اليوم يفرش له البساط الاحمر. احنا ديمقراطية، عنده فلوس، عنده فلوس وعنده ختم واخوان شيء، يعني كلها تلتف عليه. يعني كل هاي عوامل مساعدة، بس اللي ما عنده بساط احمر ولا ختم احمر ولا اخوان. شيخنا سيقولون جاي يسوي دعاية للاخوان. لا مو هذا الواقع، الواضح انه يصير بالاخوان المسلمين امور عدلة. لعل ليش مو امور عدلة؟ يعني تمشي امور يعني لو يعني صوت السلفية نزل بالعراق، يعني لو مو امور عدلة لعد هذا الدعاء لقتل الجيش والشرطة، شو بعد حي يرزق، ولا حد حاسبه، ولا حد سوى عليه مجلس تحقيقي، ولا حد قلبه، اجى لبغداد وصار قائد وزعيم. السلفيه، السلفيه هذا سوي له موضوع خاص. لان السلفيه واحده من اخطائهم ما يقبلون واحد يتراسهم، جيبوا لكم واحد عالم يفتهم وخلي يوجهكم التوجيه الصحيح. وعدكم، عدكم انتم يا ايها السلفيه، عدكم تجارب بالكويت، عندكم تجربة بالسعودية، عندكم تجربة مصر، عندكم تجربة بالسودان، عندكم تجربة. وين أوديكم؟ للقمر؟ شنو تجتمعون على قلب رجل واحد؟ مو أنتم تقولون الإمام واحد والفلان واحد، إيش بيكم مشتتين؟ ليش؟ ليش هذول يجون يعني يأخذون الجمل بما حمل؟ فهذول هم رسالة لهم، ولازم نسوي فد حلقة تخص هذه المجامع. حتى المتصوفة، المتصوفة ليش مشتتين؟ ليش هذا التشتت؟ هذا التشتت، هذا ما استغله الإخوان المسلمين 100%، 100%. لأنه الإخوان قلت لك هسه بعد الاستهداف الإخوان عندهم راسين وعندهم وجهين. هذا عده يتفاهم وياك بشكل، بس هو يا بس ويل الإخوان، الإخوان، الإخوان أصفر. وحكيت لك شغلة دي خلي هي خربانة. شوف أقول لك ثلاثي بالعراق، هذولي السرطان المدمر للعراق: حزب البعث، داعش، الإخوان المسلمين.